السلام عليكم ورحمة الله. اليوم درس اللغة الإنجليزية للصف الثالث متوسط. اختاريت الجرامر لأن طلبت من عندي المرشحات للدور الثالث، فهذه الجرامر بهذه الورقة 10، يعني 10 جمل، والورقة الثانية هم 10، تفيدكم إن شاء الله. الجرامر ذير عندي از وار، ما دام عندي ماني قايل تريز. هنا شوف الفعل، هذا الاسم، هذا تريز يعني الاشجار، بي اس نختار ار. اذا ايش نختار؟ نختار ار، ذير ار. زين، تو شي هاز بلاك. شوفوا هسه هذا عندنا الترتيب الصفات، شي هاز بلاك. اذا start hair، لو نقول hair start black، لو start، فعندنا ترتيب الصفات هذا الثالث واحد. ترتيب الصفات لما هي شعرها أسود black hair. three هاي adjective وشارحتها. why do you come to school؟ give reason، إعطاء السبب. فاعطاء السبب شقول؟ اقول to help، خلينا نكتبها to help you learn، يعني to help you learn، يعني اقدر اساعده بالتعلم. to help you learn، باعوا هذه learn. give reason، اعطاء السبب. زين، ايش عندنا؟ he is for، he is a fat. عندي بولايت، ما دام كلمة بولايت والجملتين مثبتة نخلي بس كلمة ابت. بولايت وصف مؤدب. هنا عندي 16 till the time 16. عندنا من 12 من فوق، يعني من ورا 12 نطرح 16 من 12 يصير عندي 4. يعني شو أقول؟ أقول it's four o'clock. it's four o'clock. زين، five هاي خدناها. six he live does wear or reorder. هنا عندنا reorder رتب، فش نقول؟ أقول where، أول مرة الwhere، where does الأداة فعل مساعد، where does he live وخلي علامة استفهام، where does he live وخلي علامة استفهام. زين، عندي 7 the exam was quite really، وهنا difficult. هذا اللي يقول الامتحان but not like to the one last year، الامتحان صعب بس مو مثل السنة اللي مضت، فنخلي كوايت لوريلي عدي كوايت نوعا ما. 8 there is an، هنا عدي مادام there is question، مادام there is وقايل question، اقول اقدم الفعل المساعد على الفاعل، اقول is there والجملة وخلي علامة استفهام. زين، 9 سالي وش today present continuous، المضارع المستمر، المضارع المستمر present، يعني سالي أخلي أقول سالي present continuous المضارع المستمر. سالي أقول is، سالي مفرد is washing، أخلي washing أو تكملت الجملة، سالي is washing لأن المضارع المستمر. زين، هنا عندي quite really يقول it is a good film. شو نقول؟ quite يعني خلي هو الفيلم نوعا ما جيد. هذه القواعد الورقة الأولى، خلينا نشوفها حتى تاخذوا لها صورة. قواعد الورقة الأولى، عندي هم بالورقة الثانية اللي هي هذه الورقة الثانية،
هذه يلا. زين الورقة الثانية هم راح نقراها. هنا عندي there وis وar وisn't وarent. ما دام عندي any كلمة any باعوا كلمة any، إذا إيش نختار؟ there isn't، نختار isn't لأن عندي any. any نختار isn't للمنفي. any a school، there is و there are نقول school، school للمفرد فنختار there is. there is للمفرد و there are للجمع، و any إذا جت نخلي isn't. She is Iraq beautiful. هذه but correct order يعني رتب الجمل، فنقول she is a beautiful أول مرة نخلي هذه لأن ما عندي مجال، هذه أول وحدة، أو ثانيا نخلي young أو young، وبعدين الجل بعدين young tall، وبعدين الرابعة الجل هاني. four she is short she isn't polite. ما دام عندي polite وحدة مثبتة وثانية منفي نخلي very very tall very tall ها عيني. does where what he reorder. هنا عندي رتب أقول what does he wear. what does he wear وخلي علامة استفهام. what does he wear وخلي علامة استفهام. زين وين وصلنا؟ هنا 20 هذا الساعات، إذا 20 إحنا قلنا النقص الساعات نقول 20 أنقصها من 12 يطلع لي 8، فقول it is eight o'clock يعني نقص 20 من 12 يطلع لنا 8. seven cars have GPS can't be lost. طبعا can't GPS يختار لها can't، يعني عندي GPS من منفية يعني نختار لها can't. زين توم نشيرت past continuous الماضي المستمر، past continuous الماضي المستمر، فعدي توم اند كريم يعني للجمع توم اند كريم، فنخلي وير نقول الثامنة نقول نخلي weren't going، إذا يا هو weren't going هذه نختار لها weren't going. ندى is where هناش عدي the moment. ما دام عدي كلمة moment إذا المضارع المستمر present continuous عدي كلمة moment، فشو نقول التاسعة أقول is writing. شلون عرفت؟ لأن عدي ندى مفرد وعدي moment هذا مضارع تام مضارع بس مستمر present continuous. it's cheap pens هنا really look white. ما دام عدي رخيص نقول القلم فنختار really، هذه نختار really هاي عين. إن شاء الله استفادتوا من هذه القواعد المهمة والوزارية، هاي خذوا لها صورة إن شاء الله تستفادون من عدها وبالتوفيق.